السلام عليكم. مجددا تعود معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى واجهة الأحداث بعد أن تخلت الحكومة عن كل الوعود بتسليم المستحقات المالية الخاصة بالطلاب. وقفات في العديد من الدول التي يواجه المبتعثون فيها خطر الفصل من الجامعات بعد عجزهم عن دفع تكاليف الدراسة التي تكفلت بها الحكومة وقت الابتعاث. الوضع الإنساني المزري للطلاب أكسبهم تعاطفا كبيرا من قبل المثقفين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على الحكومة، لكن كل ذلك لم يأتي بجديد حتى الآن سوى الوعود التي تصرفها الحكومة بين الحين والآخر. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي الآثار وراء تأخر صرف المستحقات المالية للطلاب؟ ولماذا تأخرت الحكومة الشرعية عن صرف المستحقات؟ ما هي الأسباب وما هي المبررات؟ بيانات كثيرة ووقفات احتجاجية على طول 3 أشهر الماضية أسفرت عن استجابة محدودة وفي أقسام معينة من أقسام الابتعاث، وهو ما بدد الأمل لدى الطلاب بعد طول المماطلة لتعود الاعتصامات إلى الواجهة مجددا. مشاهدينا، سنذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. حملوا حقائبهم وافترشوا أرصفة دول العالم في محاولة منهم لإيصال قضيتهم العالقة منذ أشهر. طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في الخارج لا تزال معاناتهم في عدد من دول العالم مستمرة وبلا حلول عملية. يعاني هؤلاء الطلاب من توقف تحويل مستحقاتهم المالية والتي لا تجد غير التكرار الرسمي من الجهات المختصة لعدة معوقات تقف أمام تأخير صرف المستحقات. وبفارغ الأمل انتظر الطلاب تنفيذ الشرعية لوعودها بتسليم المستحقات، لكن إهمال ولا مبالاة الجهات الرسمية اضطرت الطلاب لنقل معاناتهم للعالم. أننا إلى هذه اللحظة لم نستلم أي أرباع تذكر من الحكومة اليمنية. عبر الطلاب عن معاناتهم بعدة فعاليات بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم، حيث قاد الطلاب حملة هاشتاج في وسائل التواصل الاجتماعي تحمل عناوين تؤكد على ضرورة صرف المستحقات وتحقيق مطالبهم بشكل عاجل. كما قام الطلاب عدة اعتصامات في بعض عواصم ومدن الدول التي يدرسون فيها، منها المغرب وماليزيا وتركيا وباكستان. وبحسب مصادر طلابية، فقد هدد الطلاب بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم التفاعل مع مطالبهم. وقالت المصادر إن هذا التصعيد قد يصل إلى حد إغلاق أبواب السفارات. قاد علينا عدة مشاكل، منها مشاكل صحية ومشاكل دراسية، وتم طرد أكثر الطلاب من مساكنهم. تبدو معاناة الطلاب معقدة ومؤلمة في آن، فبعضهم مهددون بلقمة العيش والطرد من مساكنهم، بينما وجهت لبعضهم إنذارات بالفصل لعدم قدرتهم على تسديد رسومهم الدراسية. تؤكد الشرعية أن الطلاب في الخارج هم الشريحة المعول عليها في بناء اليمن الاتحادي، لكن الجهة المعنية في الشرعية ما زالت تقف متفرجة أمام معاناة من تقول إنهم عماد النهضة في يمن المستقبل. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من روسيا يوسف مرعي، أحد طلاب المبتعثين للدراسة هناك. سيد يوسف، مرحبا بك. أهلا وسهلا عزيزي الكريم. أهلا بك. بداية أحب أن أشكركم كقناة بلقيس على تسليطكم الضوء لقضايا الطلاب المبتعثين في الخارج وانحياز هذه القناة. نعم، بجانب الحركة. هذا هو واجب على القناة سيد يوسف، ولكن دعني أن أبدأ معك. يعني ما هي أسباب يعني الأسباب التي تقف وراء تكراركم للوقفات الاحتجاجية؟ أخي العزيز، في البداية المعضلة تعود إلى أساسا إلى الانقلاب وسيطرته على البنك المركزي ونقل وسلب للاحتياطي وسرقة للاحتياطي النقدي للبلد. هذا أحد الأسباب الذي أخر استلام مستحقاتنا. نعم. بعد أن نقلت الحكومة الشرعية البنك إلى عدن، تفاءل الجميع خيرا، خصوصا الطلاب.
أن عمليات صرف الأرباع أو المستحقات المالية للطلاب ستتم في موعدها كما جرت العادة. نعم. دشنا اعتصامنا قبل حوالي 3 أشهر ونص نتيجة لتأخير مستحقات الربع الرابع للعام الدراسي الماضي. نعم. كنا نظن أن الحكومة الشرعية لكن يوسف دعني أنا أقطعك هنا، يعني حينها قبل 3 أشهر كما تحدثتنا نحن تابعنا القضية في تلك الفترة، وكان آخر الأخبار الواردة من روسيا أن السفارة يعني وصلت المبالغ المالية إليها ولكنها بانتظار قرار الصرف. ما الذي تم حينها؟ الذي تم قبل حوالي 3 أشهر أن الربع الرابع تأخر عن موعد السلامة 3 أشهر، يعني نحن بهذه الحالة في تلك الفترة استلمتم أي مبالغ؟ عزيزي الكريم استلمنا مستحقات الربع الرابع. نعم. قبل حوالي 3 أشهر ونص للعام الدراسي 2016-2017. نعم. الآن نحن في موعد استلام الربع الثاني ولم نستلم الربع الأول. يعني هل يعني الآن حاليا هو وقت الموعد أم أن يعني وقت موعد صرف الربع الذي تتحدث عنه هي في القريب؟ أخي العزيز الآن موعد صرف الربع الثاني، يعني لم نستلم لا الربع الأول ولا الربع الثاني من المستحقات المالية. نعم. أيضا لم ترسل الرسوم الدراسية التي من المفترض أن نستلمها في بداية العام الدراسي. الآن الطلاب مهددين بالفصل من جامعاتهم، وهناك بعض الطلاب الجامعات رفعت دعاوى لهم أمام المحاكم، سيمثلون أمام المحاكم. نعم. الطالب اليمني لا يجد قوت يومه، يخاف الذهاب إلى قاعة المحاضرات خشية أن يسرع من الجوع. نعم. هذا الذي تحدثت عنه، هل وضعتم السفارة بصورة يعني ما يعانيه الطلاب في روسيا، وماذا كانت الردود؟ في حقيقة الأمر تواصلنا مع الملحق الثقافي الدكتور أنور الصبيحي، وتواصل مع أكثر من طالب، وأنا شخصيا تواصلت معه، أبلغنا شفهيا أن وزير التعليم العالي قال له أن الأمور على ما يرام. وهنا تساءل على ما يرام، بينما الطالب لا يجد حتى قيمة الأجرة للذهاب إلى قاعة المحاضرات. الآن يعني أنا أتساءل أيضا أنه ما قيمة الشرعية إذا لم تلتزم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبنائها الطلبة وتجاه حتى الموظفين في الداخل. نعم. إذن يوسف ابقى معي، سأعود لأستكمل معك، ولكن سأرحب بضيفنا من باكستان، سينضم إلينا معاد الصوفي المسؤول الإعلامي للجنة التنسيقية للطلاب في الخارج. مساء الخير سيد معاد. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك سيد معاد. يعني بداية لو تضعنا في صورة الحالة التي يعيشها الطلاب في باكستان تحديدا. بالنسبة لحالة الطلاب صارت صعبة للغاية، تأخر المستحقات شكلت ضغوط كثيرة، ضغوط نفسية على مسيرة الطلاب التعليمية، على تحصيلهم العلمي، على الذهاب والعودة من الجامعة. نعم. يعانون من ضغوط إيجارات السكن، أصحاب العوائل هذه مشكلة خاصة ومشكلة كبيرة، طلابهم في المدارس عليهم التزامات، يعني وضع صعب جدا ومأساوي. هو ليس فقط وضع في الطلاب في باكستان، هو وضع الطلاب في كل دول العالم، لانه اصلا قضيه المستحقات حصل فيها تاخير من اغسطس، يعني من الربع الثاني 2016، يعني من حوالي قبل سنه ونص بدات تاخرت المستحقات فتره، وبعدين بعد يمكن فتره 7 أشهر صرفوا ربع واحد فقط. نعم. كان الطالب قد امتلا ديون ويعني عليه التزامات من السابق كثيره، سدد. نعم. الربع الاول الربع الرابع، الان اتى الربع الاول والربع الثاني، يعني والربع الثاني قد تجاوز موعده، المفروض يكون قد استلموا الربع الاول قبل نصف قبل شهر على الاقل. نعم. لكن السفاره اليمنيه في باكستان بماذا عللت ذلك؟ السفاره طبعا دور السفارات في جميع دول العالم، يعني في جميع دول الاتحاد، السفارات اليمنيه
يعني دور هزيل ودور ضعيف جدا جدا. يعني ناهيك عن موضوع انه ان تقدم السفاره خدمات كسلف للطلاب، كاعانات، كان تتحرك في اتجاه اي دعم للطلاب. يعني لا تكلف نفسها ان تتحرك في اتجاه عمل تسهيلات للطلاب اليمنيين، منح مزيد من المقاعد، تسهيلات الدخول للفيزا، المفروض ان تخاطب السفارات الجامعات بان تعفي الطلاب اليمنيين من الرسوم، البلد تمر في حاله صعبه، المفروض ان يكون هناك دور جاد وواضح من السفارات، لكن للاسف دور السفارات يعني هزيل للغايه ولا يرقى لمسؤولين يتحملوا مسؤوليه شعب يعاني في الداخل وفي الخارج. نعم، لكن معاد يعني هناك لجنة شكلت من قبل الحكومة في هذا الجانب، يعني أنتم في تنسيقية الطلاب في الخارج، هل التقيتم بهذه اللجنة وهل كان هناك يعني حلول لمشكلة الطلاب؟ طبعا يعني اللجنة التنسيقية تعمل بجهود بسيطة فما لم يتح لنا المجال أن نقابل الحكومة بالشكل أو نقابل لجنة الصرف بالشكل بكمال. يعني اللجنة هذه لم تتواصل معكم ولم يكن بينكم أي تواصل مع اللجنة المشكلة بشأن الطلاب؟ نحن قابلنا معالي وزير الخارجية رئيس لجنة الصرف مرتين، قابلناه ممثل اللجنة في ماليزيا. نعم. وقابلته أنا في عندما زار باكستان، عرضت عليه رسالة من اللجنة موضح فيها جميع المشاكل التي يتعرض لها، المشاكل التي يعاني منها الطلاب والمستحقات المتاخره والرسوم، كل هذه الضغوطات التي يعانيها الطلاب ارفقناها في مذكره وسلمناها لمعالي وزير الخارجيه وتناقشنا معه. هو طبعا ابدا التزامه بان نحن صرح بانه هم الدوله الشرعيه، الحكومه الشرعيه الوحيده والطلاب مسؤوليتها وهي الملتزمه الوحيدة تجاه الطلاب وتجاه صرف مستحقاتهم. لكن عندما سألناه عن موضوع الصرف متى، ما هي الآلية، الطلاب قلقون، الآن احنا في موعد الربع الثاني، كان الإجابة انه لا تتوفر لديهم قاعدة بيانات وانه الموارد لا تزال كثير من الموارد لدى الانقلاب. هذا قبل ثلاثة أشهر. ايوه، نحن نتفهم موضوع انه لا تزال هناك موارد. نعم، لكن هذا كان حديثكم مع وزير الخارجية قبل ثلاثة أشهر، بمعنى أن يعني يفترض أن الأمر قد حل وقد تمت ترتيبات كثيرة في هذا الجانب. ولكن سأعود لأستكمل معك معاد، أعود لضيفي الآخر السيد يوسف مرعي، أحد الطلاب المبتعثين في روسيا. سيد يوسف، يعني إذا ما تحدثنا عن الأسباب والمبررات التي تقال لكم من السفارة، ماذا قيل لكم؟ بالنسبة لدور السفارات معروف، وأنا سأتكلم بكل شفافية. بالنسبة للسفارة في هي فاعلة جدا في مسألة التنسيق للوفود الانقلابية التي كانت تزور موسكو تباعا ولا زالت. أيضا أحب أن أنوه أن السفارة، الموقع الرسمي لسفارة الجمهورية اليمنية موسكو. لحظة يوسف، وفود ماذا تقصد؟ الطلاب أم ماذا؟ لا، انا تكلمت ان دورها دور السفاره فاعل فقط بالنسبه للقاء الوفود الانقلابيه التي تزور موسكو. اما بالنسبه لمشاكل الطلاب، اول شيء الدوام، لا يلتزموا في الدوام الرسمي الا القليل ممن يلتزم. اضافه الى انه المبررات التي يطلقوها لنا ان الداخل يتعلل بقاعده بيانات. أنا أتكلم عن مسألة على ذكر قاعدة البيانات. نعم. المسألة لا تحتاج قاعدة البيانات من صنعاء. كل ما في الأمر أن وزير التعليم العالي الدكتور حسين عبد الرحمن باسلامة يستلم كشوفات من الملحقيات الثقافية ويرسل المساعدة المالية على ضوء هذه الكشوفات. ومن ثلاثة أشهر يعني يفترض أن قد حلت هذه المشكلة، يعني منذ أن دفع الربع السابق قبل ثلاثة أشهر. لكن دعنا نذهب إلى سؤال آخر، يعني عن التأخر في صرف المستحقات. هل يعني هناك قطاعات معينة تم صرف المستحقات المالية لهم ومن ثم يعني قطاعات أخرى لم يصرف لهم شيء، أم يعني كل القطاعات لم يصرف لها شيء في روسيا؟
أنا أعتقد أنه مشكلة طلاب المبتعثين سواء الطلاب المبتعثين الجامعيين أو مبتعثي الجامعات هي مشكلة واحدة تتعلق بصرف المستحقات. كان من المفترض أن نتقاضى مستحقاتنا المالية قبل حوالي شهرين. نعم. الآن دخلنا موعد السلام الربع الثاني، ونحن نقول الآن أن الطلاب لن يهدوا وسيستمروا في حملتهم حتى يتم إرسال المساعدة المالية الربع الأول والربع الثاني والرسوم الدراسية لطلاب التمويل الحكومي، وكذلك لا نغفل إرسال قيمة تذاكر للطلبة العالقين في الخارج، وهذه مسألة مهمة. نعم، لكن يوسف يعني ما هي خياراتكم أنتم الطلاب في روسيا إذا لم توضع الحلول خلال هذه الفترة؟ أنا كنت أمس وكثير من الشباب قد خاطبنا فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الدكتور بنداغر وزير الخارجية وزير التعليم العالي على أننا لا نريد أن نتظاهر ولا نريد أن نحرق صور ولا نريد أن نغلق سفارات، نريد أن نظهر الحكومة الشرعية في الخارج، نريد أن نظهرها قوية وأنها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها في الداخل وفي الخارج. لكن للأسف الشديد إلى الآن الحكومة أذن من طين وأذن من عجين. نعم، إذا وضحت الصورة سيد يوسف مرعي أحد الطلاب المبتعثين للدراسة في روسيا، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر السيد معاذ الصوفي المسؤول الإعلامي للجنة التنسيقية للطلاب في الخارج. يعني سيد معاذ، إذا ما تحدثنا عن الآثار، يعني ما هي الآثار يعني المترتبة على تأخر صرف المستحقات المالية بالنسبة للطلاب من ناحية التحصيل العلمي؟ طبعا اكيد سيكون هناك تاثيرات، انه في طلاب كثير الى الان اوقفوا دراساتهم بسبب غياب المستحقات، انهم عندهم قادرين يوافوا يروح الجامعه ويرجع ومتطلبات الدراسه وما الى ذلك. في كمان ايضا طلاب اخرين مهددين بالفصل، عليهم رسائل وصلت، السفاره تعلم بهذه القصص، وصلتها مذكرات انه من الجامعات انه الطلاب ارسلوا مذكراتهم الى السفارات انه نحن مهددون بالفصل من الجامعات نريد مستحقاتنا. لكن يعني الحراك، اي الحراك من جانب السفارات او من جانب الحكومه باي تحرك جاد وعاجل لحل قضايا الطلاب لا يوجد. يعني المفترض كانت تصرف موضوع الرسوم، هذه المفروض كانت تصرف في 2016 مع الربع الرابع، لكن الان نحن في 2017، سنه انتهت، سنه الجامعات تغلق ملفاتها تغلق حساباتها. نعم، لكن سيد معاذ يعني انت تحدثتني قبل قليل عن مخاطبتكم للحكومه وايضا لقائك بوزير الخارجيه قبل 3 اشهر، يعني حاليا هل وجهتم رسائل رسميه للحكومه؟ يعني وهل هناك ردود اذا ما كان هناك رسائل وجهتوها؟ طبعا لا يوجد حتى الان لم نوجه اي رسائل للحكومه بهذا الموضوع، لكننا وجهنا من الاتحادات رسائل الى السفارات، السفارات التي بدورها ان تبلغ لجنه الصرف ووزاره التعليم العالي بذلك. وجهت مذكرات فرديه من الاتحادات، من اتحاد الصين وجهوا مذكره، اتحاد ماليزيا وجهوا مذكره، اتحاد روسيا وجهوا مذكره. هذه المذكرات يعني ترسل هكذا بالايميل، لا يوجد تعاطي جاد. المشكله تكمن انه لا يوجد تعاطي جاد من قبل الحكومه تجاه مشكله الطلاب. يعني احنا لو نقيس الامر بشكل عام، لا يوجد تجاوب من الحكومه تجاه جميع فئات المجتمع في اليمن، يعني حتى الناس في الداخل. لكن اذا وقفنا نحن الطلاب يعني نريد تحركاتنا، هذه انا اعطي الامل لكل النقابات التي في الداخل، التي خلقها الانقلاب والتي خلقها الجوع، ان تتحرك. يعني ان نقول لا، يعني لكن نفهم سيد معاذ، نفهم انه لا توجد اي وعود حاليا. يعني قبل فتره كان هناك وعود من قبل الحكومه، منها ما حققت ومنها لم تحقق، ولكن حاليا نفهم انه لا توجد اي وعود. نعم بالطبع، يعني في السابق كان هناك وعود بعد 10 ايام، بعد 10 ايام، بعد 10 ايام سنطرح،
لكن الآن لا توجد أي وعود، فقط نحن سنصرف، ولكن لا يزال ليس لدينا موارد، يعني لا يوجد حتى أي أمل، وهذا ما جعل الطلاب الآن يعيشون أوضاع نفسية صعبة، إنهم يعني غير واثقين متى سيأتي الربع، هل ستصرف مستحقاتهم في الأيام القادمة؟ لا. وهذا ما سيدعو الطلاب إلى أنهم ينبو في البرنامج التصعيدي وفي اتجاه تصعيد قوي. دعني أسألك هنا سيد معاذ، يعني ما هي الخيارات القادمة بالنسبة للتنسيقية أو اللجنة التنسيقية الخاصة بالطلاب في الخارج؟ ما هي الخيارات في ظل هذا الواقع؟ طبعا لدينا خيارات كثيرة، الخيارات جميع الخيارات مفتوحة أمامنا، يعني نحن الطلاب ليس لديهم ما يخسروا، هم في الجانب الآخر دراستهم متوقفة، ما يروحوش الجامعات، يعني امورهم موقفه معرقله. فما ليس لديهم سوى هذا الحل انهم يطالبوا بمستحقاتهم. ونحن سنتحرك هنا، اليوم كانت في وقفات في ماليزيا، وغدا يعني خلال الاسبوع القادم سيكون في المغرب والاردن وروسيا، وبعدها سننطلق الى المرحله الثانيه من هناك تنسيق يعني. هناك تنسيق كامل بين كل الدول يعني باشراف اللجنه؟ طبعا هناك تنسيق بين نقدر تستطيع ان تقول كل الدول التي يوجد فيها اتحادات، هناك تنسيق بين جميع الاتحادات في كل الدول. نعم. بقى هناك دول لا يوجد فيها اتحادات. نعم. لديها ممثلين ونتواصل مع الطلاب بشكل سيد معاد مستمر. نعم. ومن خلال الصفحة. نعم سيد معاد، أخيرا هناك رسائل معينة تود إيصالها من خلال حلقة اليوم؟ طبعا رسالتنا الوحيدة والتي نقولها بشكل متواصل إنه على الحكومة أن تقوم بواجبها وتحل هذه القضية بشكل جذري، ولأنه الطلاب هم مستقبل البلد، ونتمنى يعني ان تتحرك بشكل عاجل وجاد، والقضيه سهله وبسيطه بامكانها من بيانات تاخذها من السفاره تحلها. نعم. يعني حفاظا على سمعه اليمن في الخارج، حفاظا على نفسيه الطلاب، حفاظا على على سمعه الشرعيه ولا سمعه البلد ولا سمعه. نعم. اليمن. اذا اشكرك جزيلا السيد معاد الصوفي المسؤول الاعلامي في اللجنه التنسيقية للطلاب في الخارج، شكرا جزيلا لك. ينضم إلي الآن من ماليزيا أحد الطلاب هناك سيد محمد البارد. سيد محمد مساء الخير. مساء النور أخي شادي، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن وضع الطلاب. أهلا بك سيد محمد، يعني دعني أبدأ معك، يعني حدثنا عن وضع الطلاب المبتعثين في ماليزيا، يعني ما هي أوضاعهم جراء تأخر صرف المستحقات حتى الآن؟ والله يا صديقي من أين أبدأ، يعني المعاناة جماعية هنا في ماليزيا، لأن الطلاب يعني من فترة كبيرة لم يستلموا المستحقات يعني وكذلك الرسوم، فالمعاناة يعني لا توصف إلا بكتب، يعني الأوضاع المعيشية قاسية جدا، يعني مثلا لدي طالب لا يستطيع دفع إيجار السكن من 3 أشهر أو 4 أشهر، ولا يستطيع حتى إيجاد مواصلات يعني يذهب بها إلى الجامعة، وكذلك يعني لا أحيانا لا يجد قوت يومه يعني من أكل وشرب حتى يستمر في الحياة. نعم. لكن سيد محمد، زملاء لك في روسيا وأيضا في باكستان تحدثوا عن يعني أي ردود من قبل الجانب الحكومي على مسألة تأخر صرف المستحقات، وأيضا عدم وجود تفاعل من قبل السفارات في هذه الدول، ماذا عنكم أنتم في ماليزيا؟ والله هو يعني مقارب للوضع، يعني هناك تجاوب بسيط جدا من قبل السفارة أنها يعني في تواصل مع الجهات الحكومية، ولكن يعني لم نلمس نهائيا أي ردود أفعال من قبل الحكومة. هل هناك وعود قدمت لكم؟ يعني لا يوجد أي وعود، الوعود لا يوجد أي وعود تماما من قبل السفارة أو من قبل الحكومة، لأن لا. في الفترة الماضية كان هناك وعود يعني كنا نأمل فيها، أما في 2017 أربعة أشهر ولم نتلقى أي خبر أو أي رد أو أي وعود من قبل الجانب الحكومي في الشرعية، ولا يوجد أي تبرير؟ لا أعلم، يعني التبرير ربما هناك، يعني هل وضعت عليكم السفارة مبررات بسبب عدم صرف الربع حتى الآن؟ لا أعلم، هم لم يعني لم يجيبوا أي لم نجد أي رد، يعني
سواء كان إيجابي أو سلبي. نعم. إذن ما هي خياراتكم القادمة سيد محمد؟ تفضل. ما هي خياراتكم القادمة في ماليزيا؟ والله اليوم قمنا بعمل وقفة احتجاجية، يعني طالبنا فيها عدة مطالب، سرعات إرسال الربعين الأول والثاني التي مر على موعدها 4 أشهر، وكذلك معاناة طلاب الاستمرارية لأنهم سنة يعني لم يستلموا مستحقات، وكذلك الرسوم الدراسية لأن بعض الطلاب فرضوا من جامعاتهم بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية لـ 2016 و 2017. نعم. ولدينا خيارات أخرى إن شاء الله سيعلن عليها الاتحاد العام بعد أسبوع تماما من الوقفة. ولدينا خيارات كثيرة يعني جدا. نعم. إن شاء الله سيعلن عليها. إذن رسالة أخيرة سيد محمد تود إيصالها لي الجهات المعنية فيما يخص مستحقات الطلاب؟ والله نتمنى من الجهات المعنية الممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وكذلك لجنة صرف المستحقات، اللجنة الرئاسية لصرف المستحقات، أن يلتفتوا إلى معاناة الطلاب وأن هذه مشكلة ومعاناة يجب الالتفات إليها وإعطائها حقها يعني، ونتمنى منهم إيجاد حل جذري لصرف واليه يعني واليه مدروسه لصرف المستحقات في وقتها المحدد. نعم. نتمنى ذلك ونؤمل فيهم خير ان شاء الله. نعم. اذا اشكرك محمد البارد احد الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسه في ماليزيا. مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا الى ختام حلقه الليله من زوايا الحدث. اشكر ضيوفي، كان معي من روسيا احد الطلاب المبتعثين هناك السيد يوسف مرعي، وأيضا الشكر للمسؤول الإعلامي للجنة التنسيقية الخاصة بالطلاب المبتعثين للدراسة بالخارج السيد معاد الصوفي، وشكر أيضا من ماليزيا الطالب محمد البارد. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.